قبل ما اطلع استقبل عمرو، كابتن عمرو الحلواني، عايز بس اروح اتكلم مع حضراتكم عن مشكله كبيره جدا جدا تخص الحكام. ازمه هتحصل دلوقتي داخل لجنه الحكام. هحكي لحضرتك بعض كواليس هذه الازمه ما بين البرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام وكابتن محمود عاشور رجل الفار الاول في افريقيا. الكلام اللي انا بقوله ده مش بقوله عشان كابتن محمود صاحبي مثلا، ولا ولكن لان هذه هي الحقيقه، هو ده اللي بيتقال، هو ده الوصف اللي بيتقال على محمود عاشور دلوقتي في افريقيا. ولكن بيريرا مش بيديله اي مباريات هنا في الدوري بسبب خلاف قديم بينهم، كان بدايته ان عاشور طلع وانتقد بيريرا من فتره يعني قبل المره الاخيره دي، ومن ساعتها الثنائي على خلاف واضح. طيب ايه اللي عرفناه؟ اللي عرفناه ان كابتن محمود عاشور يقترب من التحكيم في الدوري السعودي اللي بيستقطب كل الناس الجامده من وجهه انا بحكي لحضراتكم وجهه النظر، سواء لعيبه او محللين او حكام او مذيعين او اي حاجه. محمود عاشور عايز يروح طبعا لانه بيريرا مجمده هنا في مصر، وراجل عايز يجهز عشان يشارك في اولمبياد باريس. يعني بيجهز نفسه. بيني وبينكم بقى، بعيدا عن بعض المصايب اللي كانت بتتعمل هنا، نتمنى ان احنا نستفيد من الناس، من الكوادر اللي عندنا في كل المجالات، احنا اولى بيهم. ومن وجهة نظري علينا أن نجنب الخلافات جانبا. ومحمود عاشور زي ما بيتقال عنه أنه هو الحكم الفار الأفضل في مصر حاليا وفي أفريقيا، وبالتالي ليه ما نستفدش من كابتن محمود؟ ولكن يبقى مخلي باله في مباريات الدوري المصري إن شاء الله لو كمل على خير. ده رأيي في هذا الأمر. عموما عايز أتكلم مع حضراتكم عن أزمة تانية، وخاصة باتحاد كرة القدم. أنا ما أعرفش هما بيعملوا إيه مع فيتوريا الحقيقة. اتحاد كرة القدم كلم فيتوريا تليفونيا وهو ما بيردش عليهم. وكارثة منتظرة خلال الفترة القادمة. فيتوريا ليه عند اتحاد كرة القدم 3 شهور. شرط الجزائي بقيمة 600,000 يورو، كل شهر ب 200,000 يورو تقريبا. الراجل بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية اتفق مع مسؤول اتحاد كرة القدم بعد ما اتفاجئ يعني ان هو هيمشي، لانه هو كان فاكر ان هو هيقعد لغاية 2026، لان هم قالوا له كده، قالوا له خسرت كسبت هتقعد لغاية 2026، مش الهدف الأساسي البطولة الأفريقية. هو لو تفتكروا كان طلع قال هذا الكلام. ولكن المهم اصبح ليه 600,000 يورو هو ومساعديه. فكان تم الاتفاق بينه وبين اتحاد كرة القدم على فسخ التعاقد بالتراضي ودفع الشرط الجزائي، وانه تم الاتفاق ولكن مش على الورق ده، يعني الناس بتتكلم. فالراجل ما قدمش شكوى للفيفا، وساعتها كان من المفترض ان هو هيحصل على الثلاث شهور. طيب لو الراجل قدم شكوى، من وجهة نظره هو شايف ان هو هيحصل على عقده كاملة، دي وجهة نظر فيتوري. فحصل اتفاق انه هيتم جدولة الشرط الجزائي على 3 شهور، كل شهر 200,000 يورو. فاتحاد كرة القدم فجأة وبعد ارساله الشهر الاول توقف عن ارسال بقية الشرط الجزائي. يبقى هو ارسل شهر واحد فقط 200,000 يورو، وبعدين توقف في الشهر الثاني ما ارسلش. ففيتوريا عمل ايه؟ رفع قضية في الفيفا في ان هو ما خدش مستحقاته، وبيطالب بعقده كاملا، وارسل انذار لاتحاد كرة القدم المصري من المحامي بتاعه. المفاجأة الحولة لحضراتكم، ليه تأخر اتحاد كرة القدم في ان هو يرسل باقي مستحقات فريرة على حسب الاتفاق؟ الأستاذ جمال علام كلف الأستاذ محمد المشطة المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم المصري بالبحث في عقد فيتوريا،
لأنه يرى أن هناك ثغرة وأن فيتوريا من المفترض أنه ما ياخدش فلوس ولا حتى الشرط الجزائي لأنه خرج من أمم إفريقيا. أنا الحقيقة ما أعرفش ليه عندما يتم الاتفاق ده اللي أنا أفهمه، عندما يتم الاتفاق حتى لو بالبق وله حق 3 شهور فخلاص أنت اديته 3 شهور أو اديله 3 شهور طالما اتفقتم على كده، ليه بترجعوا في الموضوع مرة تانية؟ وجهة نظري لأنه في مستشارين يوقعوك، ده في كل المؤسسات بالمناسبة، ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا، في كل أنا بتكلم بشكل عام في مستشارين ممكن يوقعوك، في مستشارين ممكن يخلوك تبقى عايز تعمل حاجة وهي ليست صحيحة. أنا شخصيا اتعاملت مع ناس كده من هذا الأمر كتير كتير. ففي ناس بتبقى واقفة وعايزة توقعك بأي طريقة، ما تفهمش ليه. الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا خلال هذه الفترة. فخلي بالك يا أستاذ جمال، لأنه أنت هنا بتتعامل باسم مصر، بقيمة مصر. قيمة مصر في كرة القدم كبيرة جدا، قيمة مصر في كرة القدم عالية جدا، قيمة مصر في كرة القدم ما تستحملش اللي بيحصل، ما تستحملش ان فيتوريا يطلع يتكلم عن منتخب مصر بهذا الشكل ويرفع قضية. تخيل حضرتك لو المحكمة الرياضية حكمت لفيتوريا بالسنتين اللي فاضلين له، هنعمل ايه؟ هندفع له كام؟ هندفع له 4 مليون يورو؟ تخيل حضرتك ان انت هتدفع 4 مليون يورو؟ كل ده بسبب قد انا معرفش، قد تكون استشارة خاطئة. أنا معرفش إيه هي الحقيقة، ولكن قد تكون استشارة خاطئة. خدوا بالكم من المستشارين يا جماعة، وأنا هنا ما بتكلمش على اتحاد الكورة، أنا بتكلم بشكل عام برضو، لأنه الراجل لما رفع القضية الأزمة كبرت وأكد هو فيتوريا أكد على إيه؟ تمسكه بالحصول على عقده كاملا بناء على ما هو مكتوب، من وجهة نظره طبعا، من وجهة نظره بناء على ما هو مكتوب. فاتحاد كرة القدم أرسل عقد فيتوريا إلى اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة عشان يشوفوا صحة العقد، يدفعوا له الشرط الجزائي ولا لأ. طب ليه ده ما حصلش من الأول؟ والاستشارة هنا رائعة الحقيقة. كان رد وزارة الشباب والرياضة إيه؟ إن العقد سليم ولازم يحصل على الشرط الجزائي. طب ليه ده لم يحدث من الأول؟ ليه اتفقنا مع الراجل وادينا له شهر وبعدين وقفنا؟ وفيتوريا بالمناسبه ليه سابقه زي دي في السعوديه، كانت مع النصر السعودي او كان هو مدير فني للنصر السعودي ونفس الفكره كده، وحصل على مستحقاته كامله ووقف القيد للنادي اللي كان موجود فيه ساعتها. يعني راجل بيعرف ياخد حقه من الفيفا. اتمنى ان تنتهي هذه الامور في اقرب فرصه، لانه من المفترض ان الراجل ده ياخد ال3 شهور بتوعه زي ما اتفقتوا، ادوله او الشهرين اللي باقيين والحمد لله والشكر لله وكان الله بالسر عليه. يعني بدل ما ادفع 600,000 يورو بسبب اللي بيحصل، ممكن ادفع 4 مليون يورو. النهارده تحديدا اتحاد كره القدم ارسل جميع مستحقات مساعدي فيتوريا عشان يثبت حسن النيه يعني. فطبعا ما حدش بيرد عليهم. والراجل بيني وبينك قال لك انا بدل ما اخد 600,000 يورو استنى يمكن اخدهم 4 مليون يورو، هيخسر ايه؟ احلى سبوبه بيني وبينكم. يعني اتمنى انا شخصيا، لان اتحاد الكره الحقيقه الاستاذ جمال علام من الناس المحترمه جدا جدا، اتمنى ان هو ياخد باله من مثل هذه الامور لانها امور صعبه جدا، ويجب ان يكون هناك حلول خلال الفتره القادمه في هذه الأمور، لأنه الخبرات الإدارية يجب أن تكون موجودة في هذه الأشخاص، عشان الأشخاص اللي زي الأستاذ جمال وكل المجموعة اللي موجودة، لأنه ما ينفعش يا جماعة نسيب المسؤولية لناس ما عندهاش خبرة.
اتمنى ان الامور دي كلها تنتهي، لانه اتحاد كره القدم المصري ناس كلها محترمه الحقيقه، الاستاذ جمال، الاستاذ خالد، كل الناس اللي موجوده كلها ناس محترمه، نتمنى لهم التوفيق خلال الفتره القادمه.